بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، أينما كنتم نسوق إليكم تحايا عاطرات وآمال نضرات وآمال غير عاطلات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الميامين صلاة دائمة إلى يوم الدين. وبعد، حلقة جديدة من برنامجكم رأي الغلابة، نستصحب فيها لقاء مهما لحاكم إقليم دارفور السيد مني أركو مناوي في قناة الجزيرة مع الأستاذ أحمد طه المتخصص في الشأن السوداني، والذي يطالعنا يوميا بحديث مع واحد من السياسيين أو الفاعلين في الشأن السوداني، سواء كانوا سودانيين أو كانوا غير ذلك. ودائما ما نلحظ بأنه يأتي مستعدا لكي يسأل عن الحالة السودانية، لكن لدينا مشكلة إنه في الآونة الأخيرة أصبح ظهور الأخوة الذين يمثلون الحالة السودانية. يعني أنا هحاول أن ألطف الجو بعض الشيء، إنه ما بكونوا جاهزين. يعني أنا ممكن أستخدم عبارات أخرى، لأنه حقيقة المسألة دي تسيء إلى السودان وتسيء إلى القضية، بغض النظر عن إنك أنت واقف وين مع القضية دي، واقف مع الجيش، واقف مع الشعب، واقف مع الدعم السريع، ما واقف أصلا وما عندك رأي، بترى انه ده عبث، بترى انه ده ابتلاء الهي بس، ما في حاجه غير كده، والسودانيين براء من كل حاجه، ودي مساله الهيه الناس يعني يجب ان تحتملها وتنتهي منها، يعني بغض النظر عن رايك او مكانك او كده. انت ما دام ظهرت في جهاز اعلامي بحجم الجزيره مع مذيع تعلم تماما انه بيجيك جاهز ويريد أن يعني يلتهمك عشان يقدر يطلع بحاجة، الجزيرة دي ما يعني ليست قناة عادية، يعني ما هي قناة السودان تكلمون أي كلام ويمشوا، يعني هي قناة يعني فيها ناس مؤهلين بيعرفوا يعني يطلعوا منك الكلام يعني. فبتجي ما جاهز، الضغط الشديد عليك ربما من الناحية النفسية، من ناحية الظروف، ممكن جدا تكون طالع من اجتماع ساخن جدا، أو من حالة معركة مثلا صعبة جدا، أو سمعت أنباء سيئة فما قدرت تحتمل، ومع ذلك أنت ظهرت معه يعني. فالسبب شنو لهذا الظهور ما قادر أفهمه يعني. أنا أنصح كل الجميع، إذا أنت تريد أن تخرج في مساحة إعلامية معروفة زي أو منصة إعلامية معروفة زي الجزيرة، لو أنت ما حاضر ما تجهز، لو أنت ما نفسيا جاهز ما في داعي أبدا إنك تتظاهر، لأنه لو حتى لو انت على حق وظهرت بشكل قبيح لم تستطع ان تؤكد للناس انك انت على حق، فالصورة بتبقى قبيحة جدا، وصورة المسؤول السوداني بتبقى قبيحة، وفي النهاية بيبقى السؤال كيف مثل هذا يحكم السودان؟ احنا والله ما دايرين لا للمعارضة ولا لغير المعارضة، يعني دايرين الشخص يصهر بانه فاهم هو بيقول في شنو. اخونا
مني ماركو أركم الناوي بكل أسف ظهر بشكل متردد جدا. وكانت في حاجتين يعني ما ظهر، أول شيء ضعف الإجابات، الإجابات نفسها توحي بشكل أو بآخر بأنه الرجل في مكان والسؤال في مكان آخر. يعني الرجل يجيب عن شيء ما سئل عنه ويترك ما سئل عنه. الشيء الثاني، انت ما جاي عشان تبين للناس انك انت اشطر من احمد طه، انت عندك قضية وتريد ان تعرض قضيتك بالشكل الذي يصل الى الناس بانك صاحب حق يعني. لكن بكل اسف انت ما قدرت تعمل العملية دي، انت اظهرت الوجه القبيح للسياسي السوداني والوجه الجاهل الحقيقة، مع احترامي الشخصي للأستاذ مني أركم الناوي اللي هو حاكم إقليم دارفور. دي حاجة غريبة يعني، إنك أنت تبذل جهد كبير جدا جدا عشان تظهر بهذه الصورة القبيحة التي تبين إنه الذي يتحدث جاهل، ما عنده قضية أصلا عشان يتحدث عنها. فدي واحدة من النقاط المهمة أو النقطتين المهمات اللي أنا لاحظتها. النقطة الثانية والمهمة هو يعني حديث الكراهية أو حديث العدائية إن صح التعبير الذي يتحدث به مسؤول سوداني ايا كان هذا المسؤول. وبالمناسبة يعني عشان ما نخط القصة دي، في الأستاذ مني أركم الناوي، دكتور بكري الجاك اللي هو المنسق الإعلامي أو المتحدث الإعلامي تنسيقية التقدم، أيضا من يومين كان في الجزيرة بيتحدث. أيضا هذه العدائية موجودة، أنت ما جابوك عشان توريهم إنه أنت يعني هذه هي كم العدائية التي أو الكراهية التي نبثها من خلال منصتكم هذه تجاه الجزيرة. يا أخي أنت ما بتقدر تحتمل الأسئلة، ما تجي على الإطلاق، ما في سبب يخلي مني ولا بكري الجاك ولا أنا ولا أي شخص آخر، إذا لم تستطع أن تحتمل ما يقال لك ما تجي. الناس دي مهمتهم الأساسية هي إنجاح قناتهم عن طريق استخراج معلومات تفيد المشاهد أيا كان هذا المشاهد، وفيها مشاهد سوداني ومشاهد غير سوداني. فإذا أنت جاي عشان توريهم وتعلمهم إنه إحنا كسودانيين بنكرههم، دي مسألة ما أو يعني لدينا عداء خاص معهم، دي ما مهمتك أنت يعني. يا أخي السوشيال ميديا دي موجودة، يا أخي أمشي لقنوات صديقة بالنسبة لك بتقدر تفهمك وتتعامل معك، وفي قنوات فيها سودانيين بيقدروا يعني يدوك فرصة أكبر في التعامل مع الأمور يعني. انت رجل مسؤول، ما اسالهم قول لهم انتوا دارين تسالوني في شنو دارين تعرفوا الاجنده بتاعتكم الليله دي شنو يعني، اسالهم وري يعني. يعني اذا ما عجبك المساله امشي، اذا ما ادوك المحاور بتاعت الحوار ما تجي يعني. لما ندوك محاور الحوار عبرك او عبر مكتبك ادرسوه كويس واجهز عشان انت تقدر تكتمي قدامك عشان انت تقدر. لكن ما في زول بيسأله عن حاجه يقول والله اساله فلان الفلاني، او انت ممكن تمتنع عن هذا السؤال، قول انا ما بعرف، لكن قول انا عملت كذا وكذا وكذا. فدي نقطه كده. تعالوا نسمع الفيديو المصاحب ده مع بعض ونشوفه، و
أنا ذلك تلاحظ النقطتين اللي أنا تحدثت عنهم. الحديث بجهالة واضحة جدا، ثم هذا الحديث الذي فيه نبرة بتاعت عدائية ما عندها معنى. يعني أنا اقتبسنا اقتباس صغير جدا جدا، نعمل إنه يعني ما يكون مزعج لأصحاب الحق. يعني تعالوا كده نشوف. انت بتقول ان حميدتي كان يحكم السودان، هل كان يحكم السودان كان منفردا يحكم السودان، ما قبل كان الحرب؟ يحكم السودان، نعم كان يحكم السودان مالا وامنا. واين الفريق البرهان؟ ارجو ان تساله، فهو الان في بور السودان، ممكن اديك تليفونه تتصل به لتساله. يا فندم انا بكلم حضرتك، حضرتك مسؤول كبير، انت بتقول ان حميدتي كان بيحكم. انا بسأل حضرتك، وفين كان البرهان الحاكم انا اتكلم الحقيقي معاك كلام والرسمي وله الدلاله للسودان؟ للمستمع، يعني اين كان ولذلك الفريق ارجو ان البرهان؟ تترك للمستمع. اين كان يا الفريق استاذ البرهان؟ احمد ماذا كان يفعل؟ انا لا هل كان اريد ان يسير افسر تحت لك حكم، كل شيء، كان راضي بحكم الفريق حميدتي؟ انا لا ادري، ولكن كان حميدتي هو حاكم ماليا وعسكريا وامنيا، كان يحكم ويريد ان يكمل ما كان يحكمه، فكان عظيم. يحكم ولكن يريد ان يكمل دستوريا، فلذلك قد قام بانقلاب 15 ابريل، كان هو حاكما حقيقيا، سواء كان ماليا او تهريب او قصه تهريب المال او تهريب الذهب او غيرها. بعدما علمت ان تفضل حميدتي هو الحاكم تفضل. الحقيقي للسودان ويسرق خيرات السودان، هل ابلغت الفريق البرهان بهذا الامر؟ فهو يعلم تماما، فريق برهان يعلم تماما، وفريق ياسر العطا يعلم تماما، وفريق كباشي يعلم تماما، هل تريد زياده من ذلك؟ لا، ما انا مش عايز اكتر من كده، كلكم كنتوا عارفين ان هو بيسرق خيرات البلد اوكي. وساكتين. طب ليه كنتوا ساكتين؟ طيب أظنكم لاحظتم ما أقوله. الرد بجهالة شديدة جدا، والرد بعيدا عن السؤال نفسه، سؤال هو شنو وكذا بعيدا عنه، والدخول فيه يعني أنت بترد بطريقة تزنقك، يعني بدل ما تفتح ليك أبواب جديدة وتظهرك بشكل طيب، إنما بتضعفك وتحطك في كورنر. إجاباتك على جهالتها كمان بتضعفك وتحطك في الكورنر، وتخلي السؤال يجيب سؤال بعده. يعني انت لما تقول انه والله حميدتي ده كان الحاكم الفعلي، تفتكر انه هيسكت مثلا؟ ما السؤال ده بيجيب سؤال تاني. يعني لما تقول والله حميدتي قاعد يسرق الذهب، اللي هو ده حاجة معروفة اصلا، وما اظن انه يعني الرجل كان في ذهنه مثل هذه الأمور، لكن يعني حتى استعداده كان مبني على أسئلة الناس. لما يعني بيتكلم على إنه جاته 900 أو أزيد من 900 تعليق أو سؤال لمني أركم النائب، فأنت رجل يعني لديك شعبية جيدة، الناس بتتعامل معاك بشكل جيد. المفروض انه انت او مكتبك او الجهة اللي بتتعامل معاك وتنظم لك هذه اللقاءات عرفت المحاور شنو، انت جاهز عشان ترد، الكلام ده مكتوب قدامك، الترتيب بتاع الاسئلة معروف، ده كله المفروض انك انت تكون بتعرفه. فانت تقوم ترد رد، هذا الرد يدخلك في مشاكل ويفتح ابواب ونوافذ جديدة انت ما عندك طريقة للخروج منها، بالعكس الناس بيدخلوا ليك عليها، بيدخلوا ليك انت من خلال هذه النوافذ الابواب التي فتحتها بدون مناسبة. كلنا عارفين انه حميدتي كان الحاكم الفعلي، وكلنا عارفين انه حميدتي هو اللي جابك انت ومجموعة سلام جوبا، وانت بلسانك في مره من المرات قلت في يعني في 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 لقاء يعني عام، مش كمان تحت هنا في لقاءات خاصه، لقاء عام، قلت انه والله كان في سلام جوبا في اتفاق فوق الترابيزه وتحت الترابيزه، ما ده حميدتي ذاته اللي انت جلست معاه وكان سرق الناس وكان ضربكم وكان سوى وكان عملت، وقعدت سنه تقول والله نحن على الحياد. اختيارك للوقوف مع الجيش هذا حقك، ده نمرة واحد، ما في زول بيقدر يلومك، لكن هذا الاختيار يجب أن يكون مسبب، لأنه هذا الاختيار
عليه تبعات، في ثمن لازم تدفعه نتيجة لهذا الاختيار يعني. لكن الواضح طبعا بالنسبة لنا إنه أنت العلاقة بينك وبين حميدتي انتهت لأسباب سياسية ولأسباب مالية أيضا انتهت، وبالتالي اخترت الجيش، ما في مشكلة أيضا ده حقك وخلاص. أنت المنفعة أيا إن كان أنت بتشوفها كيف اتقطعت، أصبح ما في رزق بينك وبين الراجل ده. ما معناه إنك أنت ما تتهمه، لكن يجب أن تخرج من كل مطب أنت توقع نفسك فيه. أنت تتهمه زي ما داير، أنت ما أنت ما اتخذت يعني قرار إنك تنفض ثوب الحيادية وتتجه وتحارب بجانب الجيش لأسباب عديدة، أهمها من الناحية السياسية إنه الرجل ده سيسقط الفاشر إذا أسقط أو هنالك محاولات لإسقاط الفاشر، إذا سقطت الفاشر أصبح لا يوجد حاكم. ما هو لو جابك حاكم وانت رضيت بتكون وقفت معاه وما وقفت مع الجيش. انت الان مع الجيش باعتبار انك حاكم، حتى مسألة انك حيادي وتستمر كحاكم ده يعني نوع من انواع اللعب على الذقون، لكن احنا بلعناه بمزاجنا يعني. ما زي قصة صاحبك وصديقك ودمك يعني خليل إبراهيم اسمه منين هو وزير مالية، وزير مالية وزارة المالية دي إذا أنت تريد أن تستمر منها أنت معناها مع الجيش يعني، حتى بغض النظر عنك حاربت معاه ولا ما حاربت، ما دام أنت مستمر وحميدتي ما موجودة والدعم السريع ما موجود، فأنت من الأول اخترت أن تنحاز إلى الجيش، وده حقك بالكامل. ما في زول بيقدر يقول لك تلت التلاتة. لكن حينما تريد أن تبرر هذه المسألة يجب أن تبررها بدون هذا المظهر بتاع العدائية وبدون هذه الجهالة يعني الجهل غير طبيعي في التحدث مع منبر إعلامي بهذا الحجم، وأنت رجل كنت في يوم من الأيام مستشار رئيس الجمهورية، سيبك من حاكم دي يعني. أنت كنت في يوم من الأيام مستشار رئيس الجمهورية قاعد في القصر ده يعني. الآن أنت حاكم دارفور، وجيت عن طريق يعني مؤتمر السلام او لجنة السلام او whatever it is كانت في جوبا يعني، مؤتمر جوبا للسلام انتج هذه المسألة يعني. لازم تكون قريب يا اخي، عمل لك لجنة بتاعت تثقيف، جيب ثلاثة أربعة من اخوانك واصحابك وكده وناس انت عارفهم انهم ناس عارفين وكده. يا اخي انا عندي هناي ده السكريبت اللي جابوا لي، او ده السيناريو بتاع هناي، ده المحاور دي بتاعت هناي، اقول خليه يوروك يحفظوك تقول شنو يعني. لكن يعني ان تظهر بهذه الطريقه اللي فيها كثير جدا من الاساءه للمسؤول السوداني ايا كان. نفس كلامك كلامنا اللي بنقوله ده بنقوله على بكري جاك، بكري جاك برضه نفس القصة. انت ما جاي عشان تعلم الناس الأدب يعني، وتحضر ليهم وتشاكل ليهم وتوريهم انك انت فاهم، وزي ما قال بكري جاك للمذيع قال لي انا استطيع ان ادرسك. انت ما جاي عشان تعمل دي، ما مهمتك الجاي من ده كلام ما صح يعني اصلا. إذا ما بتستطيع أن تحتمل هذا الاستفزاز اللي بيعملوه المذيعين ما تظهر. التويتر ده زهر بيسألك، ما في أكتب في التويتر ده زي ما أنت داير، كلمتين سطرين يعني حميدتي الحاكم الفعلي للسودان
اكتبها زول بيسألك ما هتلقى كتير جدا، اعمل لك صفحة بتاعتك في صفحتك في فيسبوك في غيره في بتاع، بيجوك ملايين يشوفوا القصة شنو يتناقشوا معاك وكده واكتب. لكن يعني هتستفيد من ناحيتين، من ناحية بتاعت انه كلامك هينتشر، ومن ناحية أخرى ما في زول هيعرف هذه الجهالة، ولا في حاجة للعدائية بينك وبين أي جهة خارجية. وفي كلام كثير إحنا لو مشينا نسأل عنه، يعني مثلا على سبيل المثال اتهام الأمم المتحدة بالانحياز، يعني ده كلام ما صح. يعني ما حتى لو في ناس ما بيقولوا بالطريقة دي، ممكن أقوله أنا زول يعني لو على أقصى حاجة يمكن أن أسمى كناشط سياسي أو زول يوتيوبر أو كده، لكن أنت مسؤول ما تقوله. أنت أصلا هنالك يعني إشكالية في تفاعلك مع المجتمع الدولي كحكومة بتاعت أمر واقع، فيبقى ما في داعي إنك أنت يعني لمزيد من العدائية مع جهات زي دي. قلت تحدثت عن المسألة الخاصة بال ال ما يمكن أن يعرف ب التقرير اللي قدم، والتقرير اللي قدم ده قلت إنه والله الأمم المتحدة كانت فيه، ده ما صح. وش التقرير ده؟ قدمته لجنة وحتى الآن لم يتم إجازته، وده اقتراح عشان انت تسمي كل الأمم المتحدة بهذه الطريقة. يعني في ما عشان كده محتاجين للجنة بتاع التثقيف. عندك بالتأكيد عندك مجموعة من الناس اللي ممكن تكون على قدر جيد من، وده ما عيب بالمناسبة. يعني حسيت أي رئيس أمريكي عشان يقول خطاب للناس في لجنة قاعدة تقعد، وفي مخرج بيجي بيقعد عشان يعيد هذا الخطاب، وفي ويعيد الطريقة اللي بتتقدم بيه وكده. المسألة بتاعت الإعلام دي ما مسألة سهلة، يعني سيبك من الشغل بتاع الناشطين ده، شغل الناشطين ده ما بيجي ما بي ما ما بنقصر منه في مسألة، يعني ما بنقلل من أهميته من ناحية يعني إذكاء عملية الوعي، يعني زيادة الوعي وتوسيع معون الوعي. ممكن يكونوا الناشطين بيقدموا حاجة زي دي، لكن دي ما مهمتك، دي ما شغلتك أنت. يعني أنت شغلتك الآن أن تدير دولة، أنت عندك مشكلة في الإقليم بتاعتك، يعني عندك الفاجر دي قاعدة الآن محاصرة لها 5 شهور، لها 5 شهور عندك قضايا مهمة، فما في سبب انك تدخل مفاهيم خاطئة، لانك انت فاهمها غلط اساسا. انا اتحداك تطلع لي قرار من الامم المتحدة، قرار مش يعني توصية رفعت، قرار. لانه الامم المتحدة قالت انه بكرة دي السودان ده نحن هنجيب فيه ناس وندخلهم، ما في كلام زي ده. لسه كلام محتاج لوقت. اي هيحصل في النهاية، انا مؤكد اذا استمرت المسألة بتاعت عدم يعني المقدرة في التعامل مع المؤسسات الدولية هيحصل. قبل كده حاول البشير ان لا يفعل ذلك، وفي النهاية قبل، والناس دخلت واليوناميت جات وكل الكلام، لكن الناس يعني يجب أن تتعلم كيف تتعامل مع الآخرين. يعني أنت ما محتاج تكره الآخرين فيك أو يصلوا إلى قناعة بأنك أنت مش الشخص المناسب، أو يصلوا لأنك أنت زول عدائي. ما في ناس عندها قدرة على الكلام يا أخي، ما ضروري تتكلم أنت، الحركة دي ما فيها زول غيرك أصلا، ما فيها زول بيقدر يتكلم ويقول ويقدر يستوعب بسرعة شديدة جدا جدا الكلام اللي بيتقال له، ويقدر يرد بطريقة جيدة. نفس الكلام ده بنقوله على بكري جاك، مع انه الحلقة ما عن بكري جاك، لكن نفس القصة. بكري جاك رغم انه زول مؤهل،
لكن انا تابعته في اكثر من هناي، من هو زول بيغضب بسرعه شديده جدا، وده ما مكان الاعلام. اي زول بيغضب بهذه السرعه ما لا يجب ان يكون موجود في الاعلام، ما بيقدر يوصل الرساله بتاعته، لانه مع اقل سؤال غير متوقع او سؤال متوقع لكن هنالك تمني في ان لا يكون موجود، بيصل للمرحله اللي وصل لها بكري الجاك، ونفس المرحله اللي وصل لها. يعني انت لو رجعت عشان تشوف الهناء المصاحب ده، بتشوف كيف كان السيد أركو مناوي بيحضر لهذا الرجل. يعني انت تحضر لي ليه؟ يعني ما في حاجه، يعني ما في سبب للقصه دي. بالاضافه لانه حديثك عن حاكميه حميتي، ما لا ما هي ما في مصلحه المجموعه اللي انت قاعد معاها. يعني لما تقول ماخذين نفس الناس، ياسر وكباشي والبرهان وجابر وبتاع، نفس الناس اللي كانوا موجودين ومتفقين مع حميتي، والظروف فرقتهم من بعض، كان بالصح وكان لا كان بالغلط. لما تيجي تقول انه حميتي كان الحاكم الفعلي على ديل، فانت تقدم صورة سيئة لهؤلاء للمواطن. سيبك من الجزيرة والعالم برا، من المواطن الواقف مع الجيش ده. ما في مواطن هسي سوداني ما برضى كلام في الجيش. الآن أنت قلت لي والله لا، والله القادة بتاعنا ديل ما كانوا حكام. لما تكرر هذا الكلام بالشكل ده وتقول وتصير على إنه حميدتي كان الحاكم الفعلي، بيبقى المسألة دي منتهية يعني. بعدين حددتها ماليا وعسكريا وأمنيا. وهو وكمان فسرتها، كمان أضفتها، لأنه المسألة هو داير كان بحسب ما أنت قلت الانقلاب اللي حصل اللي عمله في 15 أبريل، كأنك أنت كنت تعلم بأنه ده انقلاب حصل في 15 أبريل، مع أنه المعلومات التي لدينا من مصادر ثقات أنه أنت وجبريل وغيركم من الحركات المسلحة كنتم ضد قيام الحرب من الأساس، وقمتم بمحاولات كثيفة جدا وعظيمة جدا في محاولة منع هذه الحرب قبل ما تبدأ. لكن فجأة يعني كشحتوا الحلة. الحقيقة أنا ما داير أطول أكثر من كده. آمل من الأخ مني أن يراجع موقفه ويراجع حديثه وأن يصوم عن هذا الحديث. ليس بالضرورة أن يتحدث مباشرة عبر قناة زي الجزيرة أو العربية أو غيره أو بتاع، لا حاجة لذلك. عنده كلمات حاجات كثيرة جدا جدا، وعنده يا أخي جنبه جنبك أنت في بور سودان السودانية دي، قول معاي اللي انت داير، بيصل الكلام برضو للناس، ويمكن يصل بشكل وبعرض أحسن، لأنك انت هتكون نفسيا أكثر راحة من الحديث مع أهل الجزيرة وغيرهم. طيب، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه المرة. تحياتي وإلى لقاء قريب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلناه في هذه الحلقة هو رأي خاص، لا نريد له أن يقع عند مخالفيه موقعا لم نقصده ولم نسعى إليه. وهذا الرأي وإن كان خاصا، نأمل أن ينال حظه من التمحيص والتدقيق والتدارس، وأن يعمل فيه المبضع عمل النطاسي البارع. فالأمر لا يخضع لما تكنه الألوان والأنوال لبعضها بعضا، حبا كان ذلك أو بغضا، ولا نأمل إلا نصحا، فقد يستبان النصح قبل ضحى الغد. وعليه فإننا نؤكد أن سيكون منهجنا في الاقتراب من قضايانا السياسية منهجا عقلانيا، لأن العقل لا الهوى،
هو الذي يعطي لقيمنا ثباتها مع تبدل الأحوال. أما وقد بلغنا ما أردناه فالحمد لله، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. فضلا لا أمرا. أيها المشاهد الكريم، أيتها المشاهدة الكريمة، ادعما هذا العمل بالضغط على زر الإعجاب والمشاركة في القناة وتفعيل الجرس والتعليق، وشكراً.